اللي انا شفته النهارده الحقيقه في القريه يعني بيخلينا نصر على ان احنا نستمر بفضل الله سبحانه وتعالى في اللي احنا بنعمله ده لغايه لما نخلص كل قرى الريف المصري، كل قرى الريف المصري، مش بس يعني المرحله الاولى. متشكر جدا، متشكر جدا، متشكر. المهم انا بطمن عليكم الحقيقه وعايز اسمع منكم. طب انتوا ممكن تقولوا طب ايه، طب طمنا مش كده؟ طيب شوف انا الكلام ده بقوله دايما وقلته من بدري قوي قوي، قلت ان احنا ما حدش يقدر يعمل حاجه لوحده، لا حكومه ولا رئيس ولا مؤسسات، لكن نقدر مع بعض، نقدر مع بعض دوله، كلنا مع بعض شعب. وانا قلت الكلام ده وافتكروا الكلام ده كويس، قلت ان احنا يعني التحديات اللي موجوده جوه مصر كتير، وزي ما انت شفتوا لما بدانا في موضوع حياه كريمه احنا الرقم اللي كنا لسه كنت بقول الكلام ده لاخواننا المزارعين لما قابلتهم، قلت لهم احنا كنا بادين ب 200 250 مليار مش كده يا دكتور مصطفى، والموضوع وصل ل 350 مليار دلوقتي للمرحله الاولى. فقلنا المرحلتين التانيين هيخشوا في يعني هيكملوا اكتر من تريليون جنيه، 1000 مليار. فقالوا كتير، قلت لهم ما احنا محدش بيجيب حاجه من ده، كله من بلدنا من عندنا. من اللي انا قصدته في الاول خالص لما قلت لكم ان احنا نقدر مع بعض، نقدر ايه؟ انتوا يعني احنا كلنا اسر بسيطه يعني، وبتشوفوا ان لما بيكون حد داخل على موضوع بنروح متكاتفين مع بعض ونساعد الأسرة دي، بنت بتتجوز مش عارف أزمة مع حد، فلما بيتكاتفوا بتتحل، لكن لو سابوه لوحده ممكن ما تتحلش. فالنهاردة اللي بيحصل في بلدنا مصر على مدى الثمان سنين اللي فاتوا وحجم العمل اللي بيتعمل، لو ما كنتوش انتوا معانا فيه، انتوا مين؟ انتوا المصريين، شباب وشابات، رجال وسيدات، وحتى الناس الكبار في السن، كفايه بدعواتهم الامور كتير قوي ربنا سبحانه وتعالى سهل فيها. طيب طب احنا في ازمه دلوقتي، بقى لنا 3 سنين طبعا، بدات بموضوع كورونا، وده طبعا كان ليه تأثير كبير جدا على العالم وعلينا، لكن المهم احنا ما وقفناش، احنا في مصر ما وقفناش. طب وجات الأزمة الروسية وكان ليها تأثير كبير علينا وعلى الاقتصاد العالمي؟ يمكن تكون بطأتنا شوي، يمكن تكون بطأتنا شوي، يمكن تكون غلت الأسعار، غلت ايه؟ وغلتها كتير. طبعا